طيب اذا بنعمل ستارتنج للسينكروس موتور، ايش اول شيء مشكله السينكروس موتور؟ ما بقدر اعمل له سيلف ستارتنج، ما بقدر يعمل سيلف ستارتنج. الاندكشن موتور بحط عليه 3 فيز، بيبدا بسرعه بطيئه في البدايه وبتبدا سرعته تزيد تدريجيا، والسليب بيبدا من واحد، بيكون واحد عند زيرو سبيد، وبعدين السليب بصير قيمه صغيره جدا، يا زيرو يا قريب جدا من الزيرو، مش هيك؟ بس انا السينكروس موتور اذا جيت على سينكروس موتور في بداخله بيرمنت ماجنت او عليه اكسايتيشن، ما راح اقدر اعمل له ستارتنج، لانه هذا في البدايه عماله بلف بسرعه هائله جدا. عارفين تعرفوا زي ايش؟ عارفين لو عندي سيارة وبدي اسحبها وجبت شحن يسحب السيارة، حطيت بينهم حبل، وهاي السيارة او حتى بلاش سيارة، لو بدي اسحب تريلا وجبت شاحنة تسحبها ومشت الساحنة وسحبت بسرعة، بتقدر تسحبها؟ مش راح ينقطع الحبل؟ تقريبا الى حد ما نفس الفكرة. هذا الروتيتنج ماجنتيك فلكس عماله بلف على سرعة هائلة، قديش ممكن تكون؟ 1200 ار بي ام او 1500 ار بي ام او 1800 ار بي ام. الروتر فيه انيرشيا هائله، ما راح يبدا الروتر يمشي معه، فراح يصير مره يجذبه لجهه ومره يجذبه لجهه ثانيه، مزبوط؟ اذا كان من هاي الجهه، يعني لو جبت ماجنت ولفيته، مره بتجاذب معاه هيك ومره بتجاذب معاه هيك، فالنت تورك بيكون زيرو، وراح تحس برجه شديده في المحرك لما يحاول يعمل ستارتنج زي هيك، راح يصير المحرك رج، لانه مره الروتر عم بينجذب بعطيه تورك لهون وتورك لهون. اذا لازم الاقي طريقه مختلفه حتى اعمل ستارتنج. في عندنا ثلاث طرق، ايش الطرق الممكنه؟ تمام، ممكن اركب عليه برايم موفر خارجي. هلا هذا ببين شيء عجيب، يعني شو انا اجيب محرك حتى ابدا محرك؟ هذا مش عجيب كثير، لانه احيانا السينكرونس موتور بيجي جزء من موتور جنريتر سيت، بيكون اصلا هو بنباع سينكرونس موتور كجنريتر او كموتور وفي معاه برايم موفر اصلا، فبتكون مش شغله عجيبه اني اعمل له ستارتنج بهي الطريقه. اذا هون بجيب اكسترنال برايم موفر، بشيل عنه الكهرباء، ما بحط عليه كهرباء في البدايه، فبجيبه كانه ميكانيكال لود، بركب البرايم موفر عليه او بكون البرايم موفر مركب عليه. البرايم موفر بسرعه وبوصله للسرعه اللي هي قريبه من او مساويه للسينكرون سبيد. بس يصير على سينكرون سبيد شو بعمل؟ بحط عليه 3 فيز سبلاي، بعدل تعديل بسيط بس بعدين خلص بيمشي وبضل شغال. اذا هذا واحد من الاوبشنز اني اجيب له اكسترنال برايم موفر. الاوبشن الثاني، خلي الاوبشن الثالث للاخر، نروح على الاوبشن الثاني شو؟ انا لو لفيت الماجنتيك فلكس بسرعه بطيئه جدا في البدايه، يعني الشحن هذا اللي كان بده يسحبه مش كان ممكن يسحب بطريقه ثانيه، شو كان ممكن يعمل؟ كان يبدا يمشي شوي 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 بسرعه بطيئه جدا ريديكولس، بحيث انه يسحبه شوي شوي معه، مش كان ممكن يعمل ستارتنج؟ والاحسن من هيك انا ممكن اخذ فيدباك كمان واشوف انه المحرك عماله بيتحرك، ويكون عندي زي كنترول سيستم، والكنترول سيستم يراقب المحرك، وكل ما شافه زادت سرعته شو يعمل بالفلكس؟ يزيد سرعته شيء بطيء، يزيد 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 لحد ما يوصل. هاي كيف؟ طب كيف بدي اغير الفريكونسي انا تبعت السبلاي؟ ايش اللي بيسمح لي اغير الفريكونسي تبعت السبلاي؟ هو اذا غيرت الفريكونسي تبعت السبلاي مش ان شو بتساوي؟ ان اس 120 اف على بي، مزبوط؟ حتى اغير هاي الروتيتنج ماجنتيك فلكس ايش بدي اغير؟ اف، ما بقدرش اغير عدد البول. ايش اللي بيسمح لي اغير اف؟ باور الكترونكس، فبستعمل فيربل فريكونسي درايف. بالباور الكترونكس بامكاني ادخل فريكونسي منخفضه جدا، بنسميه فاريبل فريكونسي درايف. فبجيب جهاز خارجي الكتريكال وبوصل التيرمينالز عليه وبعدين بعطيه فريكونسي منخفضه جدا وببدا شوي شوي ازيد الفريكونسي. فالسينكرونس موتور لما يطلع على السبلاي بفكر انه السبلاي الفريكونسي تبعته نص هرتز او ربع هرتز، بعدين بلاقيها زادت لواحد هرتز، لاثنين هرتز، ثلاثه هرتز، لحد ما يوصل للسرعه النهائيه. وهلا معظم التطبيقات الحديثه هلا اللي خلت السينكرونس موتور يصير يستخدم في كثير من التطبيقات هو وجود الباور الكترونكس. فبتروح بتشتري فاريبل فريكونسي درايف، بتشغله عن طريق فاريبل فريكونسي درايف، وعاده بيكون من الداخل بيرمننت ماجنت، فما بلعب بالاكسايتيشن، ولذلك بنسميه بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور. الطريقه الثالثه، شو في طريقه ثالثه ممكنه؟ طريقه غريبه هاي، بحط في داخل الروتور تبع السينكرونس موتور سكوريل كيج، بصير يشبه مين؟ الاندكشن موتور. فبكون عندي انا اصلا عندي الالكترو ماجنت اللي موجود هون، نرسم الالكترو ماجنت مره ثانيه. هاي الالكتريكال ماجنت، الالكترو ماجنت. بحفر الوجه تبع هذا. وبحط هون كوندكترز، بتشبه الكوندكترز اللي كانت موجوده سكوريل كيج اندكشن موتور. هلا بفرجيكم صوره لها. وهدول
بشبكهم من الطرف زي ما كنا نشبك بالحلقة اللي بنعملهم شورتينج على التيرمينالز. قبل ما أعمل ستارتينج شو بعمل؟ بفصل. هذا لازم يكون فاصل. مو هذا اللي بسبب لي الرجة مضبوط؟ هذا لازم يبطل الالكتروماجنت. فصار هذا في هاي اللحظة كأنه إيش؟ كأنه سكور الكيج اندكشن موتور. بيعمل سيلف ستارتينج؟ طبعا بيعمل سيلف ستارتينج. هدول بنسميهم، هدول اللي حطيناهم بنسميهم دامبر وايندينجز، لأنهم بيشتغلوا كمان كدامبر، إلكتريكال دامبر، أو بنسميهم كمان أمور تسير وايندينجز. هدول الاسم تبعهم، إذا بتعرفوا تلفظوها بتاخذوا بونس ماركس. أمور تسير وايندينجز. هدول بنحط نسائط هدول فيه وبعمل له ستارتنج كأنه اندكشن موتور، بعمل سيلف ستارتنج، بشغل عادي. بتذكرين مبدا عمل هون كيف كان بسكور الكيج؟ مور كرنت. اول شيء ايش يعمل المرحله الاولى؟ يعمل انديوسينج لفولتج. بعد ما يعمل انديوسينج لفولتج يمشي كرنت فيها، ولما الكرنت يمشي فيها شو يعمل؟ يعمل عليها تور. بعمل له ستارتنج. هل راح يوصل السينكرونس سبيد كاندكشن موتور؟ لا، راح يوصل اقل منها بشوي، بس هذه كافيه انه في اللحظه المناسبه اركب الاكسايتيشن هون. شو راح يعمل المحرك؟ رح يكون مثلا هو ماشي، ما هو نو لود، لازم اشغله نو لود، بكون ماشي 1495 ار بي ام مثلا. باللحظه اللي بشبك فيها الاكسايتيشن بظبط حاله وبمشي على 5 ار بي ام. مش مشكله، وين كانت المشكله عنده؟ 1500 ار بي ام، هون 5 ار بي ام فرق. فباللحظه هاي وبضلوا هدول الوايندينجز موجودين، بعطوا نوع من الدامبنج. متذكرين الدامبنج؟ الدامبر بيعمل ستابيليتي، بضيف ستابيليتي للسيستم، فبعطيني ستابيليتي اضافيه للسيستم، بعمل نوع من الريجوليشن كمان للسيستم، فهذا مفيد. فهي الطريقه الثالثه اللي هم اسمهم امورتيسر وايندينجز. او دامبر وايندينجز هو اذا بدك تحطها بين قوسين كاني شو عملت؟ سكور الكيج اندكشن موتور، كاني حولته حطيت في داخله جزء اندكشن موتور حتى اعمل له ستارتنج. مين اللي شائع اكثر شيء الان؟ هاي الطريقة الآن شائعة جدا صار، ولذلك صاروا السينكرونس موتورز استعمالهم أكثر بكثير من أول. ضل لحد يعني فترة قريبة مش عملي إني أنا أحط برايم موفر أو أضبط هذا وأحط فيه الوايندينجز الدامبر وايندينجز. لما صار عندي فيربل فريكونسي درايف، ما بتدخل الآن على مصنع إلا بتلاقي مع المحرك سواء كان اندكشن موتور أو أذروايز إيش بكون معاه؟ فيربل فريكونسي درايف. فالفيربل فريكونسي درايف صار شائع جدا وأحجامهم صارت أصغر بكثير، فصار بإمكاني أبيع هذا السينكرونس موتور أجيب له فيربل فريكونسي درايف ريتد طبعا بالشكل المناسب، وبعدين ببرمجه بقول بدي الفريكونسي هاي بالاول، بعدين بدي الرام بتزيد السرعه بهذا الشكل، وممكن احط عليه فيدباك، احط شافت انكودر على المحرك واخذ فيدباك من المحرك، بعمل جود كنترول. هذا اذا الثلاث طرق المختلفه للستارتنج تبع